على ماتشات النهارده. هيا كابتن ابو الذهب، الاهلي، وانت كنت قبل كده بتقول لي الاهلي هيلعب باي حد هيكسب، بس دايما يعني المكسب يعني نتائج كبيره حقيقه. ممكن تكسب 1-2 باي فريق، لكن 4 دي حاجه يعني حصلت يعني مع كولر كذا مره، بدايه من ماتش الزمالك. رايك في الماتش النهارده، وهل هو شبيه بماتش الزمالك؟ نتيجة مقررة يا فاروق، لكن خليني أقول لك، أنت لازم تحيي مستر كولر، لأن لازم تشيد بيه وتتكلم عليه وتدي له حقه من ساعة ما جه النادي الأهلي. وأنا يمكن أنا قلت لك قبل كده أن دي كانت أهم صفقة للنادي الأهلي عملها هو مستر كولر. أنت جبت مدرب شخصية قوية، شخصية محترمة، قدر يطور من أداء اللعيبة يا فاروق. يمكن إحنا شوفنا النادي الأهلي ما عملش صفقات، او هو ما اقتنعش بالصفقات اللي جت، اللي هي برونو سافيو او شادي حسين، لكن ابتدى يطور اللعيبه اللي موجوده، وخصوصا بعد لما كنا على فكره كنا بنشوف في يعني مواقف كتير جدا، كان في مشاكل في الدفاع، في مشاكل في نص الملعب، في مشاكل في الهجوم، لكن الراجل قدر يقف عليها وقدر ان يعدل منها ويعدل من الخطه ويعدل من الطريقه. حتى وخصوصا بعد مباراه صن داونز يا فاروق، الاهلي لحد النهارده بيعمل شغل عالي جدا. بنشوف اداء حسين الشحات في التطور، بنشوف بيرسي تاو، بتشوف علي معلول، بتشوف حمدي فتحي قبل ما يمشي، كل اللعيبه الحقيقه. الحاجه الثانيه التدوير اللي بيعمله فاروق طبعا، محدث ولا اروع. حتى كمان الناشئين اللي بتنزل بتبقى حافظه، الراجل ده واضح انه بيشتغل، وبيشتغل بجد وبيشتغل بجديه، ما عندوش، ما بيهزرش. حتى النهارده لو شفت في مباراه النهارده، انا بحييه على التدوير اللي عمله، لكن حاطط في كل خط يا فاروق خبره، لعيب خبره. النهارده كنا ناس كتير جدا كان بتقول لك ان علي لطفي يلعب او مصطفى شوبير، لكن هو الراجل من البدايه يعني هو شارك علي لطفي بتدي، لكن اداله. لكن انت النهارده لما بيلعب محمد الشناوي، ودي ناس استغربت كتير جدا، لكن هو بيدي ثقه للعيبه الصغيره. ان انت امتى كان هيأثر لو مثلا لطفي مش هيأثر، بس او شوبير لعب مع شوبير لعب نهائي افريقيا، ما انا اوكي، بس لعب اضطراري وادى. أيوة وادى وكان من يعني. ما هي دي برضه فاروق اللي انا كنت جاي لك ليه. لكن انت النهارده لما يحط ديانج في نص الملعب، بيحط قفشه، بيحط محمد شريف، لكن انت بتشوف تطور اللعيبه، في التطوير مستمر والاداء بيبقى اصبح جيد. النهارده بنشوف كوكا، يعني انا بقول ان ده مكسب كبير جدا ومستقبل النادي الاهلي. حتى النهارده الاسيست اللي عمله والتوقيفه بتاع ديانجا فاروق في الجويه دي قد الجول. شفنا النهارده اللعيبه كلها محمسه، اللعيبه كلها عايزه تثبت وجودها، عاوزه تادي بشكل رائع. شفنا اللعيبه كلها بتتحرك بشكل جمالي. لكن انت النهارده انا بقول لك لا، ترفع القبعه لمستر كولر. الراجل في 10 شهور بيجي بخمس بطولات او بيحقق 5 بطولات للنادي الاهلي، وده انجاز ما شفناهوش قبل كده. وانا قلت لك التاريخ ده، الجيل ده فاروق ممكن يعمل تاريخ كبير جدا في سنه 2023، لان انت كمان لسه عندك 3-4 بطولات. خلي بالك كمان فرصه كويسه ان انت ما عندكش منافسين سواء في افريقيا او سواء في الكره المصريه. لا، ما انا هرجع لك على فكره، ما انا لا انا بكلمك لا هجيلك على هكمل لك بس ده يا فاروق. لا انا معلش انا اسف يعني، بس انا بكلمك عشان ما حدش يقعد يقول لك النادي الاهلي بيكسب بظلم، اللي بيكسب بالتحكيم. ما فيش حاجه اسمها تحكيم. انت النهارده يا فاروق لما بتتفرج على الدوري، احنا كلنا بنتفرج على الدوري، 10 فرق بينافسوا على الهبوط. فين التحكيم اللي بيظلم النادي الاهلي؟ مين اللي بينافس النادي الاهلي على المركز الاول؟ ده حتى النادي الاهلي لما كان متاجل له ماتشات برضه هو الاول، ورجع ركب الدوري من بدري وخد الدوري، والوقت بقى بيلعب الناشئين. ابو مسلم